طبعا. طب زازا ايه القصة؟ يعني انت بيقول عمرو انها انت كاتب حكايتك، وده الكلام اللي موجود، ان انت وهو الجملة بتقول الفيلم مستوحى من كوابيس حقيقية. ايه الكوابيس الحقيقية اللي انت استوحيت منها 60 جنيه؟ هو احنا لما اتقابلنا حكينا في انه ايه اللي بيحصل في الحياة عموما معايا ومع الشباب في عمري الفترة دي. عندك كم سنة؟ 23. بان عليا ولا لا؟ صغير يعني، لسه صغير قوي. فبس فوصلنا ايه تجربتك؟ ايه تجربتك اللي شفناه؟ يعني هل انت تعرضت في التجربة دي فين؟ يعني بيحصل خلافات دايما، بيحصل مشاكل دايما، فمن هنا في البيت بقى مثلا؟ طبعا طبعا، فمن هنا بنقدر يعني هل جزء العنف الأسري ده انت تعرضت له؟ يعني طبيعي حصل في كل بيت مشاكل، يعني كل بيت حصل فيه مشاكل طبيعي. والعنف الأسري درجات، يعني ممكن يجي من زعاق بس، ممكن يجي من حاجة بسيطة، ممكن يجي من حاجة جامدة قوي، ممكن يتمادى يبقى وحش قوي، فهي درجات، فانا ما اقدرش اوصف نفسي في انهي درجه او احط نفسي في انهي درجه. بس انت كتبت يعني فكره ان انا في مدرسه ب 60 ب 60 جنيه جنيه بالظبط، انا مدرستي كانت ب 60 جنيه في السنه. في السنه. في السنه. فهي مدرسه حكومه، هي حكومه مدرسه طبعا. حكومه. ب 60 جنيه. ب 60 فانت جنيه في السنه. بتوصف حاله من فانا بوصف التقشف اللي كان موجود، الفقر اللي كان موجود، او الحاله اللي كنت عايشها في وقت ما. بس وبالمناسبة أنا تأثرت جدا، أكتر حاجة لفت انتباهي في الأغنية هي في مدرسة بستينج بالظبط، لأن أنا دي المدرسة اللي أنا كنت فيها برضو في فترة من حياتي، فأنا عارف نوع المدرسة ده بنوع ال شكل السيطرة، أو أنت محتاج تبقى مين عشان تعيش في مدرسة بالشكل ده. فالحكاية دي يعني يمكن فيلم لا مؤاخذة جه من نفس الحتة دي، يعني أنا لما عملت فيلم لا مؤاخذة كان عن المدرسة اللي دخلتها، اللي كانت ساعتها بقى مصاريفها 15 أو 20 جنيه في السنة، فأنا فاهم المدرسة دي. فولا في الأغنية بيتكلم عن إزاي تقدر تعيش في نوع المدرسة ده، أنت محتاج تبقى مين عشان تعيش في بيت، عشان تعيش في منطقة، عشان تعيش في مدرسة بالشكل ده. فدي حاجة لمست معايا جدا جدا في الأغنية. محتاج كمان تبقى مين عشان تكون بس المدارس، على فكرة مدارس الحكومة دي ممكن برضو بتطلع ناس طبعا طبعا كويسة جدا، طبعا وبتطلع طبعا ناس يعني يكونها ب 60 جنيه ولا يعني هي دلالة بس على الوضع الاقتصادي. صح ولكن بالظبط، صح. ولكن يعني احنا مش عايزين نقول ان المدارس اللي ب 60 جنيه دي مدارس سيئة، بالعكس احيانا بيكون فيها. لا لا خالص. مطلعاني مثلا اهو، انت طالع منها اهو. يعني طيب التجربة اللي انت حبيت تحكيها هنا في الفيلم ده؟ لا في الفيلم؟ في الفيلم احنا حاولنا نحكي في العنف الأسري بيؤدي لإيه، أو إيه اللي ممكن يحصل بعد كده، أو إزاي التجربة نفسها بتبقى قد إيه مؤلمة، وقد إيه العيون شايفاها. يعني تقريبا ألوان الفيلم وإضاءة الفيلم هي دي بتبقى فعلا رؤيتك للحياة في الوقت اللي أنت فيه، في بيت مش كويس أو في حاجة مش كويسة حواليك. بس فكنا الغنوة بقى كانت بتقول إيه؟ الغنوة كانت بتتكلم على المستوى المادي في العموم في الحياة. لو فاكر الكلام، فاكر الكلام من طبعا غير مزيكا، أقول الكلام إيه؟ على اليمين في ضلمة، على الطريق في حلم. على يميني ضلمة، على الطريق في حلم، وأنا لا في إيدي صنعة، وأنا لا في إيدي صنعة ولا يجود نسقرش، ولو مش ممنعة أنوب من الحب جنب، وأنا لا طولت الحب ولا طولت الحلم. برضو هنا في الكورس مثلا بتكلم في إن أنا مثلا حبيت وما عرفتش أحب، انا عوزت حاجه، عوزت فلوس، عوزت علام، عوزت دنيا ما عرفتش، عوزت بيت حلو ما عرفتش. فبس